انا والدتي الشهيد خالد عطيه، خالد من مواليد المعادي، استشهد يوم 28 قدام اسم دار السلام بالمعادي. انا مش هتكلم كتير عن خالد، خلاص اهم حاجه دلوقتي المطالب بتاعتنا، مطالب اسر الشهداء. الناس ومصر نسيت الشهداء ولازم أن تفتكرهم دلوقتي، وجهدنا وتعبنا وعرضنا مطالب كتير قوي، وفي الآخر أول مطلب اتنفذ لنا بعد تعب 6 شهور، أول مطلب محاكمة الرئيس حسني مبارك النهاردة، وياريتها كانت محاكمة ترضي. أول ما شفناه في القفص فرحنا وزغرتنا وانبسطنا، بس كنا معتقدين إن بعد كل دوت هيبقى في حكم يرضينا أكتر من كده، يرضي تعبنا بتاع 6 شهور. لكن للأسف في النهاية إن القضية اتأجلت يوم 15، دي حاجة احنا ما كناش متوقعينها. فرحونا وورونا كلهم في القفص، وفي الآخر صدمونا بالتأجيل. دم أولادنا ده عمرنا ما هننساه، واحنا منتظرين يوم 15، وبعد 15 هنستنى 15، وفي الآخر لو القضاء المصري ما اديناش حق أولادنا احنا هناخده بإيدينا، ولما ناخده بإيدينا محدش يلومنا على حاجة، لأن أسر الشهداء صبروا كتير قوي وتعبوا كتير قوي، مرار 30 سنة، وبعد ال 30 سنة 6 شهور كمان. يعني احنا مش عارفين نعمل ايه، مش هنقدر نقول غير كده، غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفاسد وقاتل لأسر الشهداء. احنا منتظرينك يا حسني مبارك ويا حبيبي العدل، منتظرينكم تاني وتالت، وصبرنا طويل قوي، بس عايزين نقول لكم حاجه، اتقي شر الحليم اذا غضب، واذا أسر الشهداء غضبت محدش يحاسبهم ولا يعاتبهم على حاجه.